بيقولوا ما في غير المهمومة بيعرف قديش ساعات الليل طويلة. ستي عود لشوف، عود ارتاح. قليلي في شي ستي؟ انت يلي بدك تقلي شو يلي عم يخليك ما تنام الليل وعم يخليك تجي لهول لحالك وتسرح بتفكيرك كأنك بغير دنيا؟ ما في شي ستي، يعني شغلات بسيطة. أنا بعرفك منيح، لو كانت شغلة بسيطة ما كنت مهمومة لقد. واضح إنه عندك مشكلة ومشكلتك أكبر منك وما عم تقدر تحكي وتبوح لحدا شو في جواتك. لما الإنسان بيخبي بقلبه بيكون يلي حواليه ما عم يفهموه فبيقرر يسكت. إذا أنا ماني فهمان على حالي كيف بدي أشرح لك؟ معناها هالمشكلة كبيرة كتير والقرار صعب، لهيك مو قدران تاخده صح؟ بصراحة أنا مجبور أعمل شيء ما بدي إياه. معناها لا تعمله. إذا ما عملته رح ضر الناس اللي بحبهم وكمان رح خرب حياتهم. إذا كنت أنا من الناس يلي خايف عليهم خليني قلك إني صرت بآخر مرحلة من حياتي، وأكيد بالنسبة إلي ما رح كون مبسوطة أبداً إذا كان تمن سعادتي هو تعاستك أنت. بعدين إذا حياتنا بدها تنقلب فوقاني تحتاني خليها تنقلب، شو بيعرفك إنه حياتنا ما رح تكون أفضل إذا انقلبت فوقاني تحتاني؟ وما بتوقع في حدا بالعيلة رح يكون مرتاح ومبسوط إذا أنت تعبان. أكيد عزراء هيك رأيها. ستي كيف بتعملي هيك؟ شو؟ بتدعميني وبتدليني على الطريق الصحيح حتى من دون ما تعرفي شو هو الموضوع بالضبط. كيف بتقدري تعملي هيك؟ اللي بيطلع بعيون البشر بيشوف الظاهر واللي بيطلع بالقلب بيشوف الجوهر. ما في داعي اطلع بوشك لحتى أعرف إنك مهموم. قلبي بيحس فيك وبيخبرني. ما عم بقدر لاقي حل يا ستي، عم حس كأنه مستحيل. قلت لي مستحيل؟ من إمتى نحن البشر منقدر نعرف شو الممكن وشو المستحيل بهذا الكون الكبير ابني؟ شوف، متذكر شو سميت اليخت تبعك؟ المعجزة. لا تخاف، رح ترجع تبدأ من جديد من مكان ما وقعت. بيقولوا أهل أول ما بعد الضيق إلا الفرج، معناها لازم نآمن إنه المعجزات ممكن تصير. الله يخلي لي إياكي. صباح الخير بينور.
صباح الخير جينك. طول ما أنا عايش وطول ما أنا موجود بحياتك ما رح يكون في حدود لأحلامك ابنه، مثل هالطيارة. عزراء شوفي عم نلعب بالطيارة الورق. حلو كتير حبيبتي،